يا سلام الله سلامي على بنت الرجال شيختن من روسي قومين كريمين السبال طيبها من طيب ابوها وطيب امها أم سيف ربة الجود واجزال الخصال. يا سلام الله سلامي على بنت الرجال شيختن من روسي قومين كريمين السبال طيبها من طيب أبوها وطيب أمها أم سيف ربة الجود واجزال الخصال والطمخ والكرم والوفاء عنوانها شيختن عن ألف رجال بقوال وفعال الزيون فعالها والفخر مكنونها بنت البوين هبة الغيد بوصف الجمال كاملة ومكملة في حلاها ولونها ماخذة عذب الوصايف مع الطبع الزلال والذرب والثقل والنقاب مكنونها ثريا بنت مطلوخ ينوشا صعيبة الطوال شيخ عز مركبه فوق مثل مزونها أم سيف بسم الله العليا بقال والفعايل شاهده لو بغوا يخفونها بنت مفلح وقت المواقف ووقفة النزال ويلي ويل اللي تجنى ومن عدونها أم سيف سقتك فيك ما سوق الدلال من صميم القوف وهديك عذب الحونها من صميم القوف مهديك يا عذب الحونها.